تهربه؟ امال انت جاي في ايه يا متر؟ جالك عشان فاهم ان انت مش قلت ان جمال عايز جبريل يروح له الزياره الجايه؟ ايوه. خلاص يبقى عايز يهرب. ما هو جبريل ده يبقى سين على اسم اشهر واحد كان بيهرب المحابس وهما بيترحلوا. جبريل ده كان بيسلك الزبون ولا تفرق معاه مين اللي بيأمن، حتى لو كان وزير الداخليه شخصيا. رخر ما لقوش حل معاه غير انهم يغربلوه. الله يرحمه ويحسن اليه بقى. ايوه بس انا ما كنتش فاهم كده. امال كنت فاهم ايه يا متر؟ فاهم انك هتساعده بطريقه تانية. عندك كلام ممكن يغير مسار التحقيق، ولا يمكن عندك اوراق ممكن نضغط بيها على اي حد. بوبو مش بتاع كلام ولا ورق. اللي بقولك عليه ده فيه الخلاصه. جمال عايز يخلع. ايوه بس ده كده بيودي نفسه في داهيه. انا يمكن اوافق على الكلام ده. هتوافق؟ ده مغرز ومتقيف مظبوط على مقاسه يا متر. لا هينفع فيه كلام بقى ولا حضرات المستشارين بتاعك. وده دورها كده في دماغك وهتوافق. ولو ما وافقتش ما تزعلش مني، هطلع جمال وهحطك مكانه. هو ده اللي انا كنت خايف منه. جرايد مصر كلها ملهاش غير سيره الموضوع ده. عمليه اكيد مترتبه، واكيد اكيد مش هتبعد عن الشؤم اللي اسمه خليف. طيب ممكن تهدي نفسك؟ مش زيتون طمنك ولا طمني؟ قال لي ما يقول اي حاجه، ده راجل بمية كلمه يعني، ولا كانه قال حاجه. بيبي لازم تهدى عشان نعرف نفكر صح ونفكر ايه الخطر اللي عليك. لو بالقانون يبقى التشريع اللي خليف هيموت ويقر في مجلس الشعب. القانون ده بتاع منع الاحتكار. وطبعا ما هيصدق يمسكني من رقبتي وهاتك يا قضايا وبلاوي سودا ورغي ملوش لازمه. بس كل ده مش فارق معايا ولا هيزلي شعر اصلا. امال فين المشكله؟ انت مخبي عني حاجه يا كومي؟ حكايه كده كانت حصلت من زمان وراحت الحال سبيلها. حكايه ايه؟ واحد من التقال قوي والقريبين قوي من خليف الزفت كان عرض عليا كده من كام شهر انه عايز يدخل فلوسه البلد وبيفكر يشاركني. قال لك ده بصراحه؟ مش بالظبط، حكيت قاعده كده في فرح وحمدت ربنا انه ما جابليش سيره الموضوع تاني. وكان هيبلع الاستثمار كله طبعا. هيطلعني مديون كمان، ده سفاح. الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان خليف هو اللي زقه عليك. هو ده اللي مسبب لي هلع جوايا في ريال، تبقى كارثه سودا. يا ابن الصايعه، كان بيزق عليك وهو متاكد ان انت هترفضه عشان لما يجي اللي بعده تقبله على طول. من غير سحر ولا شعوذه، هو ده اللي حصل فعلا. كومي احنا لازم نتصرف في الموضوع ده وبسرعه، دي ممكن تبقى البدايه واللي جاي اسوأ بكتير. بتفكري في ايه بالظبط؟ مامي. ايه ده؟ ده سليم، هبقى افهمك بعدين. يلا روح على اوضتك وانا جايه لك على طول. كمان عملتي له اوضه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يا بيبي كلها كام يوم وجده يطلع من المستشفى وترجعيه له؟ ممكن تخلينا في موضوعنا؟ دقت كتير وقليل، بس أحلى فنجان اللي شربته من إيديك. خير يا دكتور؟ مش خير يا ست الستات. احنا مش كنا متفقين ان الكلام يفضل سر؟ ولا احنا بنلحس كلامنا؟ تقصد ايه؟ مش فاهم. لا انت فاهمه كويس. الكلام اللي قلتيه في التحقيق عن انك كنت مراتي. وده كان مظبوط ولا كانت حاجه تانية؟ ما بتكلمش عن كده وانت عارفه. لو كانت الظروف وقتها منعتني اني اتكلم، فدلوقتي خلاص مفيش حاجه تخليني اكرر كده تاني. بس ده كان اتفاق. طب افرض هتجوز، مش مفروض اللي هتجوزه يعرف؟
ولا هتمنعه يفتح بقه؟ واقطع له لسانه كمان، واحرمك تتجوزي، واحرمك من اي حاجه انت عايزاها. انا عارفه انك ما تقدرش تعمل معايا كده. ما تطمعيش في حب ليكي قوي كده يا لولا، صبري ليه حدود. انا عارفه ان كان يبسطك قوي كلام الناس عنك وعن علاقتك بيا، بيديك احساس بالرجوله والسيطره، بس ده كان احقر احساس بالنسبه لي، والناس كلها فاهمه اني عشيقه ثروت زيتون مش مراته. طب ايه رايك ما تيجي نتجوز تاني؟ تاني؟ طب والمدام مش خايف تعمل معاك اللي عملته في الجوازه الاولانيه؟ اخر كلام يا لولا، انا اديتك كتير ووصلتك لمكانه عمرك ما توصل لها. لو عايزه بقى تستغلي اسم ثروت زيتون علشان توصلي لمكانه اكبر من كده، فده بقى يبقى حلم وهصحيكي منه على ضربه تفوقك بقيه عمرك. لا يا حبيبي، خساره في البلد ده. مع السلامة يا جمال. شوقي وقف العربية، وقف.